الخرطومة اللولبية هي عندها شكل لولبي، يعني هذه لماذا؟ لأنها تتحرك يعني بطريقة لولبية وعندها حركة قوية جدا، يعني هذه البكتيريا اللي على هذا الشكل هي تتحرك كثير. هذه البكتيريا تصيب المعدة لماذا؟ لأنها تفرز يعني أنزيم بروتياز، وهذا الأنزيم هو الذي تحلل به يعني نسيج المعدة وتحدث بعد التقب في المعدة، وهذه الجروح أو التقب لما يصلها شيء حامض، ما يكون الأكل يصلها شيء حامض، فيحس الشخص يعني بحريق، يعني بألم شديد في المعدة. وهناك حالات لا تصل إلى الألم لكن تكون عند هذه البكتيريا يعني بشكل مرتفع، يعني بتركيز مرتفع، وهي البكتيريا الوحيدة التي تسبب سرطان بعد مدة طويلة. يعني سرطان المعدة هذه تتسبب في سرطان المعدة إذا لم يتم علاجها يعني بعد 7 و10 سنوات، فيعني ربما يعني تحدث يعني سرطان المعدة لأنها تؤرق المعدة كثيرا. هذه البكتيريا يجب ألا تجد الظروف البيئية التي تجعلها تتكاثر وتعيش بسلام. فمن جملة الأشياء، فيجب على الأشخاص المصابين بهذه الجرثومة أن يوقفوا المواد التي تهضم في وقت طويل، لأن كلما بقي الأكل في المعدة لمدة طويلة كلما انتعشت هذه البكتيريا. طبعا ونتكلم عن اللحوم، فاللحوم تستغرق مدة طويلة من 3 إلى 5 ساعات على حسب قوة الشخص وعلى حسب يعني تركيز البيبسين الموجود في المعدة وعلى حسب حموضة المعدة إلى آخره، ثم على حسب هذه اللحوم مش لوحدها أو مخلوطة بعد الأشياء الأخرى التي كذلك تعطل الهضم. ثم إذا شرب الشخص بعد السوائل يعني بعد اللحم فسيتعطل هذا الهضم. لماذا؟ لأن هذا التركيز سيترشح، ديلويشن سيترشح، ثم هذه الأنزيمات لا تصل إلى هذا اللحم ويتعطل. فمن الأحسن أن يتفادى الناس يعني أن يتجنبوا المواد التي تبقى لمدة طويلة في المعدة، وهي الألبان واللحوم. لما أقول لحوم فهو الدجاج والديك الرومي والغنم والبقر والماعز وكل أنواع اللحوم. يعني كلمة لحم بالنسبة لي فهي جميع اللحوم، يعني هناك من يتكلم عن لحوم حمراء، الذي يتكلم عن لحوم حمراء لا زال يعيش في الستينيات والخمسينيات، ليس هناك لحوم حمراء ولحوم بيضاء، هناك لحوم يعني دواجن وحيوانات. فيجب أن يتجنب اللحوم ويتجنب الأجبان، لأن هذه المأكولات يعني تبقى لمدة طويلة في المعدة، وأن تكون تغذيته نباتية تقريبا ب 95 إلى 97% تغذية نباتية، وأن يكون زيت الزيتون طبخ عادي تحت على نار هادئة، وأن لا يكون مقليات، وأن لا يكون حلويات مخلوطة مع بروتينات. يجب أن لا يكون النظام فيه حلويات، أشياء حلوة، سكريات مخلوطة مع أشياء دسمة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تحدث تلخبط في الهضم وتحدث يعني تخمرات داخل المعدة التي تزيد من حدة هذه البكتيريا. هذه ثم أن يكون الأكل خفيف ونباتي وبسيط وسهل الهضم. ثم لا بأس أن تكون هناك وجبات متعددة، لا بأس تكون وجبات صغيرة متعددة، لا بأس، يعني ليس هناك مشكل. الأشياء التي تحد من هذه البكتيريا هو النظام النباتي، الأشياء التي تحد من هذه البكتيريا وتجنب اللحوم والألبان، الأشياء التي تحد من هذه البكتيريا ممنوع البروسيسد فود، ممنوع المواد المصنعة، لأن هناك مضافات غذائية، وهناك كيماويات تزيد تؤجج هذه البكتيريا. فمن الأحسن أن يتجنب الشخص جميع المواد المصنعة من نقانق ومن أجبان ومن زيوت وحلويات وبسكويتات والآيس كريم، هذه يعني القشتات والأشياء كلها ممنوعة على أصحاب هذه البكتيريا. يجب أن يأكلوا طبخ المنزل وأن يقتنوا أشياء طبيعية، والشخص إذا أحس بالجوع من الأحسن أن يأكل فواكه جافة أو فواكه طرية، يعني عوض ما يشتري يعني بسكويتة أو شوكولاتة أو أي شيء، يعني يأخذ فواكه أو يأخذ يعني سلطة خضر أو أشياء هكذا يكون أحسن. ثم هذه البكتيريا يعني تضيق من زيت الزيتون لأن فيه مضادات للأكسدة، وتضيق هذه البكتيريا كذلك يعني وتضيق كذلك من بعض التوابل اللي منها زنجبيل، من خولنجان، ومن كركم، ومنها حتى يعني زعفران، من أشياء هذه كذلك تضيق على هذه البكتيريا. ثم بعض الأشياء الموجودة في الطبيعة والأشياء المرة، يعني الأشياء المرة اللي فيها بوليفينولات وفيها فلافونويدات مثل الزيتون الطازج، هذا الزيتون مش المتخمر، زيتون عادي،
وزيت الزيتون ثم الخرشوف ثم خضر كلها جيدة، خضر كلها جيدة يعني لهذه، شربة خضر أو سلطة خضر جيد لهذه. الأشياء التي يعني تؤجج هذه البكتيريا هي اللحوم المدخنة. الإخوان لأن اللي كيعيشوا في أمريكا وفي أوروبا أن يتجنبوا النقانق، اللحوم المدخنة، النقانق، وحتى الأسماك، الدول الإسكندنافية فيها أسماك مدخنة، يعني أن يتجنبوا جميع اللحوم وجميع البروسيس الفود، يعني هذه اللحوم المصنعة، اللحوم المصنعة هي تشجع هذه البكتيريا. من الأحسن يعني ألا يغسل الناس يعني أسنانهم بهذه معجون الأسنان فيه الفلورايد. من الأحسن أن يشتروا معجون الأسنان فيه فلورايد أو أن يغسلوا الفم ببعض الأشياء الطبيعية مثل القرفة، مثل يعني أوراق زيتون، مثل أشياء هكذا، مثل الزعتر، يعني يغليوا زعتر ويمضمضوا به، يغسلوا الفم بأشياء طبيعية وأن يتجنبوا هذه. لماذا؟ لأن الفلورايد هذا معجون الأسنان، ربما الفلورايد يتسرب إلى المعدة، والفلورايد هو يؤجج هذه البكتيريا. كذلك ماء الصنبور، أن يتجنب الناس ماء الصنبور وأن يشربوا مياه معدنية أو مياه مفلترة أو يعني مياه مقطرة إذا كان ممكن، ما لا بأس. أو حتى في البوادي مثلا هناك عيون وآبار، إذا كانت هذه المياه يعني لا تعالج بالكلور، غاز الكلور الكلوراين علينا، الكلوراين مع الأسف الآن هي معممة الآن في العالم، هي التي يعني تعالج بها المياه، ولكن مياه غير معالجة بالكلوراين، مياه كذلك غير محتوية على الفلورايد. ثم الملح، أن ينقص الناس من الملح، والملح التي تستعمل في النقانق هذه يعني الملح المخلوط بالنيترايت السالبيتر، في أوروبا كيسموه السالبيتر، هذا الملح يعني الملح المطبخ مخلوط بالنيترايت هو الذي يستعمل في النقانق، فهذا يشجع ويعني يجعل هذه البكتيريا يعني تهيج يعني 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 بقوة. هذا النظام النباتي، النظام بزيت الزيتون، نظام بطبخ المنزل، نظام جيد، نظام فيه توابل جيدة، فيه أشياء كلها هذه جيدة. بعض المنتوجات كذلك تضيق على هذه البكتيريا، منتوجات يعني تضيق على هذه البكتيريا، اللي منها يعني شهد النحل، منها عكبر، بروبوليس، إخوان لأن في أمريكا وفي أوروبا لأن البكتيريا هذه من الهيليكوباكتير بالوري الآن موجودة في إفريقيا وفي آسيا وفي كل الدول، ولكن إخواننا اللي في أمريكا وأوروبا عندهم يعني حتى دول الخليج، هذو الجالية المغاربية اللي في دول الخليج كذلك عندهم هذا عكبر النحل، هذه بروبوليس. فهذا البروبوليس هو يباع كبسولات، يعني 4 كبسولات في اليوم مع هذا النظام النباتي الذي تكلمنا عنه، إن شاء الله يكون خير. إنما ممنوع منعا كليا الأشياء الباردة التي تخرج من الثلاجة، مياه أو أي شيء بارد، ممنوع الأشياء الباردة، لأن هذه الأشياء الباردة هي تتعطل في المعدة حتى تصل إلى درجة 36، والأغذية التي تتعطل في المعدة هي الأغذية التي تشجع هذه البكتيريا. يجب أن يشرب الماء دافي، وأن تكون هناك أشياء بسيطة وأشياء نباتية، وإن شاء الله لا ليس هناك مشكل. ثم يجب أن يباعد الناس هذه الوجبات وأن لا يأكلوا ليلا، من الأحسن أن لا يأكلوا ليلا، لأن هذه وجبات الليلية هي التي تزيد يعني في مشكل هذه البكتيريا. وأن لا يأكلوا في حالة قلق، أعيدها 3 مرات، الأشخاص اللي عندهم الهيليكوباكتير بيلوري يعني هذه عندهم بكتيريا المعدة، ممنوع عليهم الأكل أثناء الضجر، أثناء القلق، يكون شخص موتر ومقلق ممنوع الأكل، يجب أن ينتظر حتى يهدأ ويعني الأعصاب تكون جيدة ثم يأكل براحته، يعني ما عندناش مشكل. هذه البكتيريا كذلك بعض الأدوية كذلك تؤججها، هناك أشخاص يتناولون مثلا بعض الأقراص ضد ألم الرأس أو ضد بعض الألم الأخرى، وهذه الأدوية تزيد في الهيليكوباكتير بيلوري، لأن من جملة الأشياء التي جعلت الهيليكوباكتير بيلوري يعني يستعمر هذا المعدة ويكون بهذا الشكل في العالم والأدوية، استعمال يعني كثرة استعمال الأدوية كذلك من الأسباب التي تجعل هذه البكتيريا تنتعش ويعني تتكاثر وتتمثل. ثم يجب أن لا يخاف الناس من هذه البكتيريا، ولا بأس الشخص أن يصبر شيئا ما على الألم، عوض أن يتناول دواء من أجل الألم، أن يصبر على هذا الألم يكون أحسن، لأن هناك أشخاص لا يصبرون على هذا الألم ثم يتناولون أدوية، وهذه الأدوية إما تعطي أمراض أخرى وإما تزيد في عمر يعني هذه البكتيريا. فقط هذه الأشياء، لأن هناك أشخاص الآن يتصلون بكثرة وبقوة
أنهم استعملوا العلاج الذي يشمل 3 أدوية لمدة 3 أشهر وبقيت هذه البكتيريا، ومنهم من يقول بأنها زادت ومنهم من يقول بأنها اندثرت ثم راجعت ورجعت بقوة إلى آخره. فليكون هذه المعلومات التي أعطينا، نحن لا نتدخل في العلاجات الطبية، نحن نتكلم عن نمط العيش الذي يريح الناس وعلاقة نمط العيش بهذه الأغذية. هذه البكتيريا أسبابها هي الجانك فود والفاست فود، هي المقليات، هي الحلويات، هي كثرة الأدوية، هي الأكل في حالة الضجر، وهي الأكل في الليل، هي خلط المأكولات وهي الأكل بكثرة. هذه هي يعني الأسباب التي تؤدي إلى هذه انتعاش هذه البكتيريا. ما هي البكتيريا؟ كانت موجودة مع الإنسان، خلقت منذ أن خلق الله يعني الإنسان على الأرض، ولكنها الآن بدأت تظهر بشكل بشع وبشكل قوي جدا. لماذا؟ لأننا نمط العيش تغير، ولأن الأشياء التي نأكلها أصبحت يعني لا تعرف المعدة كيف تتعامل معها، فربما بعض الأشياء تؤججها، منهم المضافات الغذائية، منهم بعض السكريات الكيماوية مثل الأسبرتام، مثل هذه الأشياء التي يتناول، لذلك منعنا على الناس جميع المواد المصنعة باش ما نبقاش عندنا شك، ما نبقاش عندنا جميع المواد الصناعية ممنوعة على البكتيريا المذيعة المعدة، فقط طبخ المنزل الأشياء التي يشترونها من السوق، ثم أن يكون وجبات خفيفة وسهلة، وأن يمتنعوا عن الأكل في الليل وأثناء الضجر. ما عندناش مشكلة، لأن هذه الأشياء اللي تكلمت عليها هي تساعد شيئا ما، هي تريح يعني، ونظام وليس خلطة، نظام يعني الأكل الذي يعني يضيق على هذه البكتيريا. يعني حتى بعد الفواكه لما تؤكل يعني بهذا المذاق المر مثل الرمان مثلا، يعني شحم الرمان يؤكل بشحمه، مثل الصفرجل مثلا يؤكل طازج، يطحن مع الماء ويؤكل طازج، مثل بعد هذا الخرشوف كذلك يغلى هذا خضرة الخرشوف على شكل شوربة أو يؤكل هكذا، منها الزيتون، حبوب الزيتون وأوراق الزيتون كذلك، يعني شاي أوراق زيتون، يعني هذه أشياء كلها جيدة، هي ليست خلطات، والناس كانوا يعملون هذه الأشياء. يعني حتى مشروب الزعتر، يعني شاي الزعتر أو شاي أوراق الزيتون أو شاي يعني أوراق صنوبر أو شاي أوراق الرمان أو يعني شراب زنجبيل أو شراب الخولنجان أو شراب زعفران، شاي زعفران كذلك جيد، هذه كلها أشياء جيدة، هذه ليست خلطات، هذه